على الرغم من انقطاع الكهرباء، فالظلام لم يمنع أطفال غات من الخروج والتجوال بين أزقة المدينة، وهم يقرعون الطبول والأواني المعدنية، يرددون أهازيج شعبية وأدعية من طقوس جيكنداب المتوارثة. الليلة طبعاً 15 رمضان، وهذه العادة وهي جيكنداب وميدندا. يقال طبعاً احنا من الصغر كنا نمارس هالطقوس هذه في رمضان، عبارة عن نخرج من البيوت بعد المغرب مباشرة بعد الإفطار، ومعانا عدة نخبطوا عليها زي حكاك زي علب وكذا، ونقول جيكنداب وميدندا ما يسلى علي دندا، اللي هو يعني نطلبوا صدقات من البيوت كعادة متبعة، ويعطونا صدقة سواء عملة معدنية أو بعض البقوليات وبعض المواد الغذائية. بعد هيك تعطي فاتحة لصاحب البيت وتدعو له بالشفاء لو في حد مريض في البيت، وتدعو له بالصلاح للبيت. عادة اعتاد الأطفال ممارستها في كل ليلة منتصف شهر رمضان المبارك، حيث يقدم الأهالي للأطفال النقود والمواد الغذائية ليقابلوها الأطفال بالشكر من خلال الدعاء وقراءة الفاتحة لأهل البيت. درنا تيكنداب ومشينا الحياج وجزعوا لنا الصدقات وجمعنا فلوس، بكرة ندير الزرع مع بعضنا. يجمع الأطفال الصدقات من البيوت ويخرجون بمجموعات في اليوم التالي في نزهة ترفيهية يجهزون لها من خلال ما تم تجميعه من الصدقات. أطفال غات يمارسون هذه الطقوس كجزء من الموروث الثقافي المتوارث عبر الأجيال إلى وقتنا الحالي.